الشارقة. الشارقة التي لطالما اعتمد أهلها منذ مئات السنين على التجارة وصناعة السفن والصيد والزراعة والبحث عن اللؤلؤ، باتت تشكل بذاتها لؤلؤة مضيئة استطاعت أن تجمع عراقة التاريخ بالعمران والحداثة والصناعات الضخمة. تتميز الشارقة بشبكة صناعية قوية وبنية تحتية على مستوى عالمي، استقرار سياسي واستثمار حكومي. تقف الشارقة اليوم شامخة بعراقتها وأصالتها وبنهضتها الحضارية في شتى المجالات بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. في عام 2014 لقبت الشارقة بعاصمة الثقافة الإسلامية. أما بالنسبة للاقتصاد فقد سجلت الشارقة هذا العام نمو ملحوظ في القطاع التجاري. الشارقة المطلة بشمسها وصحرائها على الخليج العربي وخليج عمان صارت اليوم قبلة المشاريع الإنمائية والبيئية والوجهة السياحية المرحبة بكم دوما. أهلا بكم في الشارقة.